طيب بعد هذا التحليل خلونا نراكم اخر اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه والانشطه مع مراسلتنا العزيزه سالا حامد من مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالا صباح الخير عليك، اتفضلي سامعينك. تابعونا في كل مكان. خليني في البداية أكلمك شوية عن أخبار النادي الأهلي ودور مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. يعني دايما يا كريم مجلس إدارة النادي الأهلي بيكون حريص على أن هو يطمئن ويتفقد كل الأمور في فروع النادي الأهلي، ويعني كمان يطمئن أكتر على الخدمات والأنشطة اللي بتتقدم لأعضاء الجمعية العمومية. يمكن النهاردة إن شاء الله كابتن الخطيب وبعض من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي العميد محمد مرجان هيكونوا في زياره لفرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس عشان يطمئنوا اكتر على اخر التطورات في بناء فرع التجمع الخامس. النهارده الزياره هتكون ان شاء الله في تمام الساعه 1:30 ظهرا، وبعد الجوله في التجمع الخامس هينتقلوا لفرع النادي الاهلي بمدينه نصر برده عشان يطمئنوا ويتفقدوا يعني كل التطورات الانشائيه في فرع مدينه نصر، ويتفقدوا كمان يعني الانشطه والخدمات اللي بتتقدم لاعضاء الجمعيه العموميه. وبعد الجوله في التجمع الخامس في مدينة نصر هيكون في اجتماع شهري لمجلس الإدارة، وهيكون في تمام الساعة الخامسة مساء، وهيكون اجتماع يعني من ضمن الاجتماعات الدورية الشهرية لمناقشة يعني بعض الأمور والملفات، يعني العديد من الملفات على الصعيد الإنشائي وعلى الصعيد الرياضي، يعني على الصعيد الإنشائي في جميع فروع النادي الأهلي وعلى الصعيد الرياضي طبعا يعني كل الأمور المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم والفرق الأخرى، يعني سواء لكرة السلة الطايرة أو لكرة اليد وكمان الألعاب الفردية. وبرضه هيتناقشوا في الاجتماع يعني في بعض القرارات اللي تخص الأعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي الأهلي. كل ده هيكون إن شاء الله في الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساء في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر. كمان يا كريم خليني أقول لك إن مش بس يعني كابتن الخطيب وبعض من أعضاء مجلس الإدارة هيزوروا فرع التجمع الخامس وفرع مدينة نصر، لا كمان يعني السبت الماضي كان في زيارة لفرع النادي الأهلي بالشيخ زايد من أجل الاطمئنان على سير العمل في جميع المشروعات والإنشاءات اللي منتظر إن هي إن شاء الله تنتهي الفترة المقبلة. خلال الفترة المقبلة كمان الجولة تضمنت يعني متابعة كل الأعمال أعمال البناء والتشييد لصالة السكواش التي تضم 8 ملاعب وصالة الكاراتيه والتي تضم 6 بساط، وكمان بالاضافه لمتابعه بناء صاله الجمباز. كمان الجوله كان فيها انه مجلس الاداره وكابتن محمود والمدير التنفيذي تفقدوا بناء مبنى اجتماعيا جديدا لاعضاء النادي الاهلي وملعبين جداد، يعني بالاضافه للملاعب الموجوده في فرع الشيخ زايد لاكاديميه كره القدم، وبالاضافه كمان لعدد من المنافذ عشان يقدموا يعني افضل خدمه وافضل جوده طعام لاعضاء النادي الاهلي بفرع الشيخ زايد. ده بالنسبة لأخبار النادي الأهلي. خلينا ننتقل واروح لأخبار النشاط الرياضي، وكالعادة هبتدي بأخبار الفريق الأول لكرة السلة سيدات بقيادة كابتن علي هاشم. يعني سيدات النادي الأهلي يا كريم تأهلوا بشكل رسمي لدوري السوبر للسيدات بعد ما فازوا على نادي الترام في اول مباريتين من اصل 3 مباريات في تمهيدي لدوري السوبر، لان تمهيدي دوري السوبر بتلعب بنظام ذا بيست اوف 3. فسيدات الاهلي فازوا في اول مباراه بنتيجه 64-2، في تاني مباراة فازوا بنتيجة 57-36، المباراة التانية يعني اللي أقيمت أمس على صالة الترام بالإسكندرية. النهاردة الفريق إن شاء الله هيكون في راحة سلبية وهيعودوا مرة أخرى للتدريبات بكرة إن شاء الله. الأول التدريب هيكون الساعة 6 في الجيم، هيأدوا بعض التدريبات والتمرينات للحفاظ على لياقتهم البدنية، وبعد كده الساعة 7 إن شاء الله تدريب الباسكت هيكون على صالة الشهداء بمقر النادي استعدادا للمرحلة المقبلة واللي هتشهد يعني مباراة في دور الثمانية من بطولة كأس مصر امام نادي مدينه نصر. المباراه ان شاء الله هتقام يوم السبت يوم 23 يناير، هتقام في تمام الساعه 6 مساء على صاله الشهداء بمقر النادي الاهلي بالجزيره. وان شاء الله يعني بعد المباراه في مدينه نصر يا كريم هيدخل الفريق في معسكر مغلق استعدادا لمباراه كاس السوبر المصري، واللي هتكون امام نادي هليوبلس، واللي هتقام يوم 26 يناير على صاله شباب الرياضه بمدينه 6 اكتوبر. ده بالنسبه لسيدات السله. بالنسبه لرجال السله بقياده كابتن اشرف توفيق، النهارده ان شاء الله هيواصلوا تدريباتهم على صاله الامير عبد الله فيصل
مقر النادي. الاول التدريب هيكون الساعه 1 في الجيم، وبعد كده التدريب الساعه 2 على الصاله، استعدادا لمباراه غد واللي هتكون امام نادي جزيره الورد في تمام الساعه 6 مساء على صاله الامير عبد الله فيصل. ودي هتكون تاني مباراه يا كريم من الثلاث مباريات في تمهيدي لدوري السوبر للرجال. لو فازوا بالمباراه الثانيه برضو ان شاء الله يعني هيتاهلوا لدوري السوبر، وهيكونوا ضمن الثمان فرق اللي تاهلوا يعني خلاص بشكل رسمي لدوري السوبر للرجال. خليني كمان اتكلم شويه عن اخبار الكره الطايره والفريق الاول للكره الطايره رجال بقياده كابتن محمد مسلحي. النهارده ان شاء الله هيواجهوا نادي بتروجيت الساعه 6 على صاله الامير عبد الله فيصل هنا برضو بمقر النادي الاهلي بالجزيره، وده هيكون ضمن منافسات بطوله الدوري. وسيدات الطايرة أو فتيات الذهب يعني زي ما بيحب الجماهير النادي الأهلي دايما يلقبوهم، فتيات الذهب هيواجهوا النهاردة برضو إن شاء الله الساعة 6 نادي الشمس على صالة نادي الشمس، وده هيكون برضو ضمن منافسات بطولة الدوري. وده بعد ما فازوا يعني على نادي الزمالك في مباراة صعبة يعني اللي أقيمت يوم السبت الماضي هنا بمقر النادي على الشهداء، وينتهى اللقاء بفوز النادي الاهلي بنتيجه 3-1 ثلاث اشواط يعني مقابل شوط، وده برده يعني كان ضمن منافسات بطوله الدوري. دي كانت يا كريم اهم وابرز الاخبار والامور كلها يعني المتعلقه بالنادي الاهلي والنشاط الرياضي. طبعا انا معاك يعني لو في اي استفسارات او في اي تساؤلات، والان العوده مره اخرى للاستوديو. جميل كالعاده، بنشكرك شكرا جزيلا زميلتنا العزيزه سالا حامد مراسله قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا.